السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. انا ما رانيش لاباس من الاخر خاوتي، علاه ما رانيش لاباس؟ من الانترنت هذه خاوتي. قبل ما نكملوا راح نفهمكم علاه رانا نديروا هكذا. ما بيا لاباس، اوكي هذه الباز اللي في منا الله يسهل، ما الله ما يبيا خاوتي. انا راني حاب نجيب حقي وحق كل جيمر، حق كل جيمر وستريمر في نفس الوقت. اوكي حبس قبل ما خاوتي نكملوا هذا الفيديو نسيت ما قلتهاش خاوتي، عندي جو باج نتاع حمايه المستهلك وراح تلقاو كذلك باج نتاع اوريدو في الديسكريبشن خاوتي. ادخلوا اليوم هزوا اللين تاع الفيديو هذا وبارطاجيوه عندهم، هبلوهم اخاوتي هبلوهم باه يلحق الميساج تاعنا خاوتي، خاطر راك هكذا انا نبقاو كيما رانا ما راحين نديروا والو خاوتي. باه تفهموا حاجه مليحه يا شركه اوريدو، والله اي شركه اتصالات راهي تشوف فينا انا ما على باليش. الانترنت هذه رانا نخدموا منها، رانا نسترزقوا منها، رانا نديو منها قوتنا اليومي باه يكون فينكم. انا واحد منهم خاوتي، انا قاعد وراني نسترزق خاوتي شغل خدمتي، فهمتوني؟ هذه هي، ما تجيكمش بيزار وكيفاه ومنا. راهم يدخلوا في الملايير، بليونز اند بليونز لي ستريمرز وكذلك منظمات اللي يديروا البطولات اللي يديروا لي فيديو في اليوتيوب، بزاف حوايج خاوتي. تسمى حنا رانا هنا مزلنا شويه، يعني انا بدينا نطلعوا شويه بدينا نستريميو بدينا نديروا عقود منا. فنتمنى ان شاء الله انكم تفهموا هذا الامر، لاننا رانا رايحين نحكيوا على امر جاد جدا، ما راناش نتمسخروا. دوك انا راح نفهم ندخل لكم طول في صلب الموضوع من ضمن ندي من جيبه خاوتي. اوكي قلنا لكم باللي حنا لي ستريمرز ولا حنا لي جيمر رانا نسترزقوا، رانا شغل كاين اللي راه كيما نقول حنا ما يخدمش، راه يجي يرفع على روحه كي يخلص من القرايه يجي شويه يلعب هاي تليفون يلعب، يجي كيما نقولوا حنايا يتفرج، يجي عابسه يلقى البينك طالع، يلقى البينك في كارثه لا يرثى لها، ويلقى الابلود لا يرثى له، زباله حاشاكم وحاشا قدركم على هذه الكلمه اللي قلتها لكم خاوتي. بالكم اللي ذكرت هذه الكلمه اخر من هذه الاوريدو. شوفوا نعطي لكم هذه السياسه راهم يديروا فيها، والله اعلم يعني سياسه كيما نقولوا حنايا، والله طريقه اللي يديروا فيها شركه اوريدو طريقه جهنميه، ما عنديش كيفاش راح نوصفها انا. الطريقه هذه خاوتي انه انك تا بعد ما تشري لابيس او تشري العرض تاع لا سويتش هذا اللي راهم داير حاله عندهم زعما، وبطاطي طاطي موطوطي طاطي منا، كي تشريه واش يصرى لك خاوتي؟ تعقب شهرين نورمال، ثلاث شهور بالك ربع شهر، في الشهر كي تخلص لك هذه المده شغل يمتعوك شويه، شغل يذوقوك البنا كيما نقولوا حنا، ما تقطعش كونيكسيون مره تبقى غير 20 ميجا 10 ميجا 15 ميجا، يخلص هذيك الشهر شويه اللي يدير لك يولي مع تلحق السته تاع العشيه وروح حتى 12 تاع الليل، ينقص لك في تدفق الانترنت ويخلي لك الابلود طالع. هذه انا ما نحبش نفهم، ما نحبش نفهم، يجي عليكم الضغط، يجي عليكم الناس بزاف، هذه انا ما نحبش نفهم. انا تنحي لي المشكل هذا، انا مانيش نسلك لك 400000 للشهر باه دير لي هذا المشكل كل ليل كومبلي، واش نسهر لك الليل انا نقعد لك سهر لك الليل بين نصور بين ستريميه؟ لا لا لا، هذا المشكل لازم يتحل يا شركه اوريدو، هذا المشكل لازم يتحل في اقرب وقت. خليكم مع هذا الفيديو باه تشوفوا مليح مليح خاوتي وتفهموني. كيما راكم تشوفوا دوكا هاي ليكم هاي الساعه قدها راهي خاوتي، اقراو راه يقول لك اليوم 3 نوفمبر 3 2020، يعني ما عندوش الفيديو بزاف والله، راهي 7 تاع العشيه والله نقولوا 8. ها هذا وين الناس خرجات؟ كاين اللي خرج من ليكور كاين اللي منا، نروحوا نجربوا ترى نشوفوا الانترنت سيدي. ها دخلنا على موقع، الموقع هذا خاوتي ما حبش يطلع طول، دخلنا خاوتي على موقع ما حبش يدخل. ها راكم تشوفوا هاو دخل بالذراع خاوتي، يعني كوبيت يعني قطعت الحاله. هاو هنا هذا الموقع موثوق، موقع عالمي، موقع مصادق موافق عليه منا. هاي لكم سرعه الانترنت، والكيلو بايت خاوتي في 2020 سنه 2021 راهي مقبله. هاي لكم الانترنت في بلادي، نديروا عرض المزيد. فوالا خاوتي كيما راكم تشوفوا راه يقيس لك في البينك، البينك لهنا ولا الام اس سي هذا يكتب لك 159، هنايا 160 خاوتي والله 200، هذا يدل على انه راهي كارثه عظمى، ما تقدرش تلعب. شتي كي تدخل لي جو يطلع لك ال 200 300 ما تقدرش تلعب، امبوسيبل تقدر تلعب لي جو، ما تقدرش تلعب بوبجي، ما تقدرش تلعب فري فاير، ما تقدر تلعب حتى جو. وهاو لكم الابلود، هاو لكم العرض الزين. كيما شفتوا خاوتي الفيديو اللي كان هذا وين؟ هذا خاوتي صورته كيما شفتوا البينك طالع. الداونلود 200 ولا 300 كيلو باي، او عيب والله غير عيب اريد، والله غير عيب. وهذا زعما شركه عندكم اسم كبير وفي قطر ولا ما عندي باليش وين تجيو، والله لا عيب اقسم بالله غير كارثه. هات لي حقي، ليش تنشوف 5 ميجا؟ اعطي لي 5 ميجا سيدي حق ما نلعب البينج، كارثه. حسنوا هذا المشكل، الله يحفظكم، هذا المشكل راني نعاني منه بزاف انا. اوكي خصوصا اني في منطقه جديده دوك، هنا ما كانش الانترنت، ما كانش
الانترنت مكانش، جاو راحين يركبوا الكابل خلطوها. شوفوا شوفوا بيت، شوفوا الفضائح بيت، شوفوا يعني البلاد هذه راهي مش بلاد، راه ما نهب انك من نهار نهب انا نصيبو كلاسيك يخلطي لك عرق، تسيني دي كونطرا مع شركات عالميه كيما فيسبوك كيما النيمو، شركات صينيه اللي في تايوان، المحلات، ومن بعد واش يصرى لك؟ تجيك الكونيكسيون عائق ولازم دير ري لايف، لازم تطلب الحلقات. واش هذه واش يسميوها برك؟ هذه واش كفايه من يطرطق لك عرق، يطرطق لك عرق. حلوا لنا هذا المشكل الله يحفظكم، حلوا المشكل خاوتي، بارطاجيو الماكس هذا الفيديو الله يحفظكم، والله غراني صارح فيكم ونهضر بنيتي وبعفويه تامه. المشكل الثاني، المشكل الثاني واللي هو خدمه الزبائن خاوتي، كي تعيط لهم زعما يحط لك رقم 333، يحط لك رقم 333 يقول لك اتصل بنا، يقول لك اتصل بنا ايا واش يصرى، تعيط لهم تقول لهم عندي مشكل تاع انترنت، هذا المشكل في كل عشيه ينقص الدي بي، واش يقول لك؟ يقول لك رودي ماري المودام، تمسخروا بيا رودي ماري المودام، شكون دوك ما يعرفش رودي ماري؟ تجي لي انا اللي معقب حياتي في اليوتيوب جيمنج، عندي ديبلوم في الانفورماتيك في كلش، تقول لي رودي ماري يعني نحاكمك نعطيك بدماغ تاع وليد ويهديك ربي. نحيونا المشكل تاع الخدمات الزبائن تاعكم هذه، ومن بعد كي تقول لك ذوق الماركي والطالب تاعك وان شاء الله نعالجوه. كليك بوبي جل يحكم هذيك واش كتبت، طيشها في البوبيل، والله بالك مش تكتب، بالك هي تحرك في صباحها وتبان تكتب. هذا النقطه الثانيه هذه ركزوا عليها مليح بزاف بزاف، فهمتوني؟ رانا ماناش هنا حاشاكم حاشا قدركم حيوانات، والله ما عنبليش انا، رانا ناس راه حقنا هذا ننسلكوا 400,000 في الشهر، فهمتوني؟ 400,000 عندك معناتها 400,000 والله، واحد مثلا يسلك زوج والله ما بينش يسلك زوج ونص، نحي 400,000 هذيكم على الاخر، راهي بزاف، راك جول نحيت له طرف لحم ولا طرف جلد منه سبحان الله. الامر الثالث اللي حاب ثاني نهضر عليه خاوتي تاع اريد، وهذا العروض خاوتي تاعهم نار، شغل ما بينيش انا وشني تلك، لازم لك تسيني كونطرا وتاع عام وما عملي عليه، علاه نسيني كونطرا عام انا؟ علاه نسيني على واش؟ على زين الكونيكسيون هذه اللي كيما الاخر تهبط لي الابلود ومنها الكيلو بايت مسخر بيا، لعبت الهضره بالكيلو عيب. اللي كنا نشوفوها في الديميل في الاخر معليش، قال ما ديجا ما عندناش، كانوا عند الميريكان وقيلا ما عندهمش، عندهم بالدوميغا. ما تمسخروش بينا، ما تمسخروش بينا الله يحفظكم. حسنوا العروض تاعكم، ديروا لنا عرض سبيسيال باللي جيمر، عرض سبيسيال باللي ستريمر، رام كاين دي ستريمر رام دايرين عقوده، رام عندهم عقود مع شي، ماشي معناتها عندك عقد يعني تخدم، تخدم عند الفيسبوك ولازم تستريمي بهذه الكونيكسيون بهذا الابلود بهذه السرعه تاع الانترنت، عيب والله غير عيب اخاوتي، اقسم بالله لعود غلط، لعود بالك واحد راه يكونيكتي مليح يكتبوا لنا هذا، تشوفوا الاخر بالك انا بالك كاني ما معبليش، بالك راني عايش في بلاصه ما مش في من غير الجزائر، وزعما راني في وسط الصيف وما عمليش كيفاه، وزعما مسخرش بينا عيب. خلينا نخدموا على رواحنا اخاوتي، خلينا نخدموا على رواحنا، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا المشكل تاع الانترنت عيب، دوك يشوفوني كيما هذا يقول لك واش راه صاري في الجزائر، وشني راه صاري، واش راه واش كاين. خاوتي بارطاجي والله يحفظكم، بارطاجيو الفيديو، بارطاجيوه قد ما تقدروا اخاوتي، والله راني قلقان، بالك ما عرفتش شنو نهضر، بالك ما عرفتش شنو نقول اخاوتي، انني ما سبيت، ما طيحت، ما هنت، ما والو، نطالب بحقنا، شغل ما مانيش زيبوم ديجا انا من الاخر، شغل انسان يطالب بحقه في الانترنت، اعطيوا لي الابلود مليح، اعطيوا لي انترنت ستابل، اعطيوا لي انترنت ستابل، وحسنوا العروض نتاعكم، ديروا لنا اسعار مقبوله يا الاريد، وراكم تقدروا ديروا العروض، اكم مولفين من ذاك ديروا عروض، شغل تاع رمضان ومن تقدروا ديروا لنا عروض، وانا نضمن لكم انا واحد من لي جيمر من صانع المحتوى تاع لي جيمنج في الجزائر، نضمن لكم انه الاكل وكان تحسنوا العروض نتاعكم وتحسنوا التدفق تاع الانترنت تاعكم، والله غير كل جيمر جزائري راح ينتقل لكم والله لي واسمه ربي، لانه راهي الانترنت لعب دور، الانترنت اصبحت جزء من حياتنا، بالك شمي عضو يولي لهنا يديروه طول يتنحى هذاك العضو سيبه، ما نبقاوش عايشين من نفسه ما والو، انا واحد منهم لو كان الانترنت يحبسوا والله انا الطول نتفضوا ديريكت شوف خلاص. يهديكم ربي، حسنونا العروض، حسنونا. نعيد واكرر نقاط راح نذكرهم باختصار شديد، اول حاجه خليوا الانترنت ستابل، ما تبداش كي يلحق 9 تاع ليل هذيك الخطه الجهنميه تاع نقص لهم وبهم يسرى ليش الضغط على السيرفر ويسخنوا نحيوها. ثاني حاجه خدمه الزبائن حاولوا تحسنوها، ثاني كاينه مجموعه كي تهضر معاهم يجاوبك بواحد الالفاظ غير اخلاقيه تاع واحد جابوه من السنه الابتدائي، والله السنه الابتدائي بالك خر منه والله مش شارع يعني بمعنى اخر. العرض الثالث واللي هي حسنوا العروض نتاعكم، بليز 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 ديروا لنا عروض خاصه باللي جيمر خاوتي، نتمنى ان شاء الله اني فتكم، نتمنى ان شاء الله اني فهمتوني برك، فهمتوني هذا ما كان، كل ستريمر كل جيمر جزائري يبارطاجي، يبارطاجي قد ما يقدر، وكم راح تلقى واحد الهاشتاج تحت خاوتي لازم هذا نتغاو عليه ان شاء الله. اي خاوتي واش راح نقول لكم؟
ما ننصحكمش بأوريدو. أنا دوك نبدأ من دوك، أنا أوريدو ما ننصحكمش بها، لأنه أوريدو عند دير واحد المخطط ما نبيش كيف يمشي أنا، والله ما على بالي يا خوتي، ما ننصحكمش بها، ما ننصحكم حتى حاجة أنا من الآخر، باسكو حسبي الله ونعم الوكيل. أنا دوك هدرت يا أخي، أنا هدرت دوك خوتي، مش راح ندير، عندي من ندير. دوك جيت نستريمي هذا وين، في منصة جيت نستريمي، ندير معيني ومدير معاهم عقد، جيت ستريمي كاينش كونيكسيون، والله اخوتي حق ربي غير مدير البيتريت 1000 او مدير بيتريت 1000، ممكنش تجي لك حمراء يقول لك كونيكسيون زباله تزي بلا تعمى مليون ونصف مليون شهيد وما على باليش كيفاه وطاطي باطا ومنا والجزائر. ما تقول، ما تقول لي بلي بلاد فور، ما تقول لي بلي رانا في بلاصه يزيد يقول لي بلي راك في الجزائر وما بيش كيفاه. انا كبابلنا نكش من دير يا جماعه، يعني والله غير راني نحترمكم ونقدر المتابعين نتاعي ونقدر كل شخص اللي يزيد يجي يقول لي بلي بلا منان ديريكت انك ما صام الطرف كيما يقولوها، غير ما الطرف ديريكت نضرب، نولي نضرب دير، ما تزيديش تقولوا لي. لو كان نبداو نحكي ونقسم بالله غنضرب لكم شهر وانا نحكي وما نعرف كيفاه. هيا عدلنا الكونيكسيون، اريد الله يحفظكم، خليونا نبداو نخدموا على برواحنا، خليونا الانسان يبدا بها نطلعوا لكم النيفو خي تحوسوا يطلع على المستوى الاخر يرتقي يا خويا. حد انا كونيكسيون خلينا سيدي، هات لي كونيكسيون، اعطي لي جيجا طالعين وتدفق الانترنت وخليني في الدار وديروا رايكم يا سيدي. سبحان الله، السلام عليكم.